5000 طالب في الحويجة خاضوا امتحانات وزارية لأول مرة بعد التحرير، لكنهم عوقبوا بتصفير درجاتهم دون ذنب يذكر أو تثبيت حالة غش، نتائج أبكت أولياء أمور الطلبة المتميزين. ابن انظلام انظلام صفر وكرت كاتبين قوش، أشهد عن ابني المحافظة راح تنطي من العوائل، أشهد عن ابني هذا نتيجته. إذا ظهرت النتائج وهذا النتائج تشهد، إذا هو مصفر غش بجميع المواد ولم تسجل أي حالة من قبل مدير المركز الامتحاني ولا من المراقبين ضد هؤلاء الطلاب. ردا على النتائج استقال مدير تربية الحويجة ومعاونه، وتظاهر العشرات أمام تربية كركوك للمطالبة بإرسال لجنة للتقصي، فمصير المئات في خطر. فداعش دمرت المدارس وغيرت المناهج وضيعت سنوات من أعمار الطلبة. تثار علامة الشك على المراكز الامتحانية، لا يشرفني أن أخدم في وزارة تثير الشك على الحوجة وابناء الحوجة، واصل مقاطعتي حتى لو عدا ذلك لاستقالتي من الوظيفة. طلاب متميزين، صدمنا وصعقنا بالإجراءات والنتائج الغير مبررة والغير منطقية لطلاب الحوجة. من خير الطلاب الحويجة تم تصفير المراكز، لماذا يستكثرون على طلاب الحويجة اللي خرجوا من ظلم داعش ومن ظلم الإرهاب، وهي أول امتحانات بعد تحرير الحويجة. واللجنة الفرعية اللي موجودة في محافظة كركوك زارتها أكثر من 5 زيارات وأشادت بشفافية ونزاهة العملية الامتحان. يكافئ طالب الحويجة بالرسوب العام أو تصفير الدفاتر. دموع الآباء ومناشداتهم بانتظار تدخل الحكومة ووزير التربية، فكلما استغاثت الحويجة جوبهت بالعقاب والإقصاء. للشرقية نيوز أتلة الأغا كركوك.